محدش عالم بالمقسوم وحنفضل نجري ونجري نجري لآخر يوم وآخرنا محصل أولنا هفهمك يا ست جواهر. انت مش كنت قلتي لي ان زمان ابنك كان عنده صرع وان في شهادات طبيه بتاكد الكلام ده؟ انا بقى في اول جلسه في المحكمه هطلب تحويل ابنك لمستشفى حكومي للامراض العصبيه والعقليه، وهناك بقى يبقى في حد من حبايبنا يعمل تقرير ان هو عنده مرض نفسي، نقدر نقول مثلا شيزوفرينيا، انفصام في الشخصيه، يعني ما هواش مسؤول عن اي حاجه من اعماله، وبالطريقه دي هتسقط عنه التهمه لانه غير مسؤول عن تصرفاته. ويفرجوا عنه؟ مش هيفرجوا عنه كده على طول، يعني هيقعد له مثلا شهر اتنين، جاي السنه، ها جاي السنه، بعد كده هيبقى في تقرير طبي هيتكتب ان هو خف وبقى تمام التمام، ويفرجوا عنه ويرجع لك في حضنك. ايوه لكن ما لكنش بقى ست جواهر، على كل حال فلوسك عندك اهي وانت حره، إذا كان كلامي مش عاجبك خلاص شوفي محامي تاني، جايز يديكي حل أنسب من الحل اللي أنا اديتهولك، وجايز يجيب لك حكم مخفف من سنتين ثلاثة بالسجن. سجن؟ ده كان ابني يروح فيها، ده ما بيستحملش الخنقة والحبسة يوم واحد. الرأي رأيك بقى ست جواهر، واختاري الحل اللي يعجبك، يا إما الإصلاحية وبعدها السجن، يا إما بقى كام شهر كده ولا سنة في مستشفى المجانين. لا لا خلاص اللي تشوفه يا أستاذ، على الأقل في المستشفى هقدر أزوره وأودي له أكل. يبقى خلاص بقى ست جواهر اطمني وما تشيليش هم أي حاجة، اعتبري ابنك خرج من القضية خلاص، وإذا كان على مستشفى المجانين برضه ما تشيليش هم، أنا هخليه قاعد هناك سلطان زمانه ومش ناقصه حاجة أبدا. شهادات طبية انهم مرضى نفسيين عشان ما يتسجنوش او يتعبوا. يا هانم انا محامي ومن واجبي ان انا ادافع عن الموكلين بتوعي، ومن واجبي كمان ان انا ادور على مصلحتهم باي شكل من الاشكال. بالتزوير والغش؟ قصدك بالشطارة.
شطارة؟ هو القانون فيه شطارة؟ كلمة شطارة دي مش موجودة في القانون يا أستاذ. أنا بقول تروحي تشوفي بنتك أحسن وما تتدخليش في الحاجة اللي ما تخصكيش. وأنا سبق وقلت لك إن أنا ما أحبش أي مخلوق يتدخل في شغلي، أنتِ في البيت هنا مراتي وبس، ما أنتِش قاضي جاية تحاكميني. لو أنا اللي كنت شايفاك مثل أعلى ليا، كنت بعتبر إن يوم ما اشتغلت في مكتبك حققت كل طموحاتي. لأني اشتغلت في مكتب أستاذ كبير في المحاماة، ملجأ لكل مظلوم، لكن للأسف طلع انه ملجا لكل ظالم او مجرم، سواء بقى مهرب مخدرات او قاتل او اي مجرم تاني، المهم انه بيدفع وبس بغض النظر عن ايه قضيته. يا هانم المحامي ما بيدافعش بس عن الابرياء، المحامي بيدافع كمان عن المجرمين. القانون بيلزم المحكمه انها تعين للمجرم محامي خصوصا لو ما كانش يقدر يدفع اتعابه. اظن يا هانم هو ده القانون اللي انت درستيه، معنى كده ان انا ما فيش حاجه غلطت فيها. لا غلطت يا استاذ، لانك خدعتني وغشتني، لبست توب مش توبك. انا بقول تروحي تشوفي بنتك احسن ومش عايز اسمع كلام في الموضوع ده تاني. انا فعلا مش قادره اقف اتكلم قصادك. انا كل اللي هقوله لك كلمه واحده بس، كنت مستعده استحمل اي حاجه، اي حاجه تعملها فيا، قسوتك ظلمك ممكن اتعايش معاه. انا بقيت ظالم يعني؟ كملي، طلعي كل اللي جواكي. عموما انا مش هحاسبك على اي حاجه قلتيها دلوقتي. يا ريت تحاسبني عشان كل واحد فينا يعرف اللي ليه واللي عليه. شايف ان اعصابك تعبانه من حبستك في اوضتك ليل نهار، عشان كده انا من رايي انك انت تاخدي بنتك وتروحي عند والدتك تقعدي لك كام يوم، وما ترجعيش الا بعد ما اعصابك ترتاح. ازيك يا ماما؟ كويس يا حبيبتي، خش. خير يا هند؟ انت اتخانقت مع جوزك؟ لا 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 طبعا يا ماما خالص طبعا، انا بس قلت اجي اغير جو كده عندكم كام يوم، وحضرتك وحشتيني قوي، وقلت اكيد كريمه صغيره وحشيتك طبعا. اه طبعا وحشتني قوي حبيبتي، ربنا يرحمك. وحضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. وناويه تقعدي معانا بقى قد ايه؟ ما اعرفش يا ماما، ما اعرفش. هند الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا صفية، عامله ايه؟ الحمد لله، انتوا وحشتونا قوي. انا كنت لسه بقول لماما كريمه ان احنا عايزين نيجي نزوركم النهارده. اديني يا ستي وفرت عليكم المشوار. طيب انا هاخد بقى كريمه الصغيره عشان وحشتني قوي. عن اذنك يا ماما اروح اغير هدوم. ماما امال فين مكنه الخياطه؟ توك واخدة بالك؟ شلتها؟ شلتيها فين؟ استغنيت عنها، مستورة والحمد لله. هند. نعم يا ماما. جوزك وافق انك تيجي تقعدي عندي؟ اه طبعا طبعا وافق، ده هو اللي طلب مني لما حس ان انتوا وحشيني قوي، فقال لي اجي اقعد هنا كام يوم. آه.
يا ترى يا هند مخبيه عليا ايه؟ انكسار الحلم في القلب الضعيف، لحظه مره ودمعه فره وشيء مخيف، والليالي المحزنه متقسمه على اللي عايش في الربيع او في الخريف، واللي فوق الخد سالت دمعته مش هيقدر يوم يغير اسمته. كل واحد له نصيبه في دنيته، مش هيقدر يوم يخلي البرد صيف، مش هيقدر يوم يخلي البرد صيف. ايه سعاد، معقول سابت البيت وبابي وافق؟ طب دي اخبار هايله ليكي، عندي مكافاه كبيره قوي يا سعاد لما اشوفك. لا انا فاضلي 3 ايام وارجع من رحله. انا قلت رحله؟ رحله، رحت الهرم مع الجامعه. ما تركزيش معايا سعاد، بعدين هفهمك. باي. استنى، ايه اكتر من كده؟ عندك حق، الليله دي لازم اللعبه دي تخلص، لازم. يلا يا جماعه نرقص، يلا نرقص. الله، انت ايه اللي معادك في الضلمه كده؟ ابدا. طب ايه رايك في بوكيه الورد الجميل ده؟ اتفضلي. جميل قوي، بس ايه المناسبه؟ يا سلام، ومالك بتقولها لي كده وانت مكشره؟ هو لازم يكون للورد مناسبه؟ اعتبري يا ستي تعبيرا عن مشاعري واحاسيسي وحبي ليكي. ميرسي قوي يا اشرف، انت اليومين دول رجعت رومانسي قوي زي ايام جوازنا الاولانيه. عارف يا اشرف، ساعات كده بحس انك رومانسي قوي، وساعات بحس انك عنيف قوي. وانت شايفه ايه بقى دلوقتي، الرومانسي ولا العنيف؟ اقول لك الحق، انت خليط ما بين الاثنين، فيك الصفات دي وفيك الصفات دي، ومشاعرك بتظهر على حسب الموقف، وده بقى اللي بيقلقني منك ساعات. ما تقلقيش، ان شاء الله حياتنا هتبقى كلها حب ورومانسيه. قولي لي يا مديحه، انتي قلقانة من العملية بتاعت بكرة؟ مش عارفة اذا كنت قلقانة من العملية ولا اللي بعد العملية. تقصدي ايه؟ مش جايز العملية ما تنجحش، وجايز تنجح، لكن ان شاء الله العملية هتنجح. ما تبقيش متشائمة كده، وان شاء الله ربنا هيرزقنا بدستة عيال، انا مش هقبل اقل من دستة. وبعدين يا ستي، انا راجل مؤمن بالقدر. هي مقابلتنا مع بعض وارتباطنا ما كانتش قدر؟ انت بتحب الاطفال يا اشرف؟ انا بحب الاطفال جدا، يمكن عشان انا كنت وحيد، كان نفسي يكون عندي اخوات، فقلت لما هتجوز هخلف ولاد كتير ويكبروا ويبقى هم دول اخواتي. ياه.
ايوه يا مديحه للدرجه دي؟ بس اوعي انت بقى لما ربنا يكرمنا ونجيب عيل ولا اتنين تقولي لي خلاص كفايه كده. لا بجد بقى انا ممكن ازعل منك وكمان اروح اشتكيكي، وانت عارفه بقى انا هشتكيكي لمين؟ لماما كريمه. هو احنا مش هنروح نلحق جروب؟ انت مستعجله على ايه بس يا دولي؟ ده انا مصدقتني بقى لوحدنا. بصي انا هقوم اجيب حاجه نشربها احنا الاثنين. هو احنا هنقعد هنا لوحدنا؟ انت خايفه مني ولا ايه؟ لا ابدا. طب لحظه واحده وارجع لك. ايه ده انا هشرب تاني؟ وماله يا حبيبتي؟ تشربي تاني وتالت ورابع. انت بتبص لي كده ليه؟ ايه بقى؟ ما بصش للبني ادم اللي انا عايز اعيش معاه بقيت عمري وبحبها اكتر من عينيا؟ حاسه ان الدنيا بتلف بايه. امسكي نفسك امسكي نفسك امسكي نفسك. طب احنا مش هنروح للجروب؟ هنروح يا بنتي، تعالي ريحي بس. طب لا يلا نروح. انا مش عارفه حاسه اني مش حاسه بحاجه. استريحي استريحي استريحي. انت بتعمل ايه؟ ايه يا دولي؟ مالك؟ في ايه؟ انت مش بتحبيني وعاوز تتجوزيني، يبقى خلاص. انت سافل، خدعتني وضحكت عليا. ما انا بقالي شهور عمال اقول لك بحبك، وقايل لك صوابع العشرة شمعة، وبقول لك نتجوز ومفيش فايدة. ما كانش قدامي غير اللي حصل. كنتش عارف انك عيلة صغيرة قوي كده عشان تقعدي تعيطي وتنهاري بالشكل ده. انا هوديك في 60 داهية، هقول لهم انك اني ايه؟ هتقولي ايه البابا اللي عارف ان انت نايمة في حضن الست ماما بقالك اسبوع ومخليها بالها منك على الاخر؟ ولا هتقولي ايه الماما اللي عارفة انك بايتة عند بابا بقالك اسبوع برضه ومحرجة عليها تكلمك في التليفون هناك عشان اللعبة ما تنكشفش؟ يلا روحي قولي لها. حرام عليك، عملت فيك ايه عشان تعمل فيا كده؟ بلاش شغل عيال بقى، اكبري كده واحسبيها مع نفسك. هتلاقي نفسك انت الخسرانه، السكوت احسن لك. لو مفيش حد غيرك هينفضح. يلا روحي غيري هدومك زي ما بقيت الجروب جاي. يلا ما تلبسنيش. اب تو يو، براحتك.
رب يا رب قومها بالسلامة يا رب يا رب ما تكسرش بخاطرها يا رب. لو متأخرة على شغلك قومي روحي، ما تعطليش نفسك عشان أنا ما عنديش شغل ولا حاجة يا ماما، أنا بس قلقت لما لقيتها اتأخرت في العملية. خير يا دكتور؟ خير، طمنه العملية نجحت وكلها ساعة ولا اتنين وتفهم البنج وتبقى زي الفل. الحمد لله. سايبها لوحدها كده ليه؟ ما تروح لها. ايه يا دولي؟ مش هتقومي تاكلي معانا؟ تعالي بقى قومي، هو كان ورايا يعني. كنت بتخدعني طول الشهور اللي فاتت دي وبتمثل عليا الحب ومعاك كوكي، كل ده عشان اعمل لك ايه يعني؟ ما انت اللي كدبك نشفه. وهو انت عليك تعمل فيا كده؟ انا حبيتك ووثقت فيك. بلاش شغل العيال ده بقى، تخليش الجروب يتفرج عليكي. انا عايز ارجع مصر. مصر كلها يومين ثلاثه ونرجع مصر. لا انا عايز ارجع دلوقتي. دلوقتي دي ما اقدرش اعمل لك فيها حاجه، دي مشكلتي. يا كلبي اقعد يا حقير يا حيوان يا كلبي يا خضر اوعي يا حيوان يا واطي يا سافر يا قليل الادب يا حيوان يا خضر. الحمد لله على سلامتك يا ضنايا، الحمد لله انك قمتنا بالسلامة. الحمد لله على السلامة يا مديحة. خضتين عليك؟ احنا تعبناك معانا يا استاذ سالم من الصبح وانت واقف معانا. ما تقولش كده يا اشرف، مديحة دي زي بنتي، حد يسيب بنته في الحالة دي؟ كتر خيرك يا استاذ سالم. طب يا جماعة اتفضلوا بقى كلكم روحوا عشان ترتاحوا، خصوصا ماما كريمة تعبت قوي النهاردة. لا ده انت اللي هتروح ترتاح، انا هبات مع مديحة. لا 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 كله الا كده، انا متفق انا ومديحة ان محدش هيقعد جنبها وياخد باله منها غيري انا، ده انا واخد لها اجازة اسبوع. هو انا عندي اغلى ولا اعز من مديحة؟ ايوه يا اشرف بس يعني أنا يا مديحة. وبعدين بقى قولي حاجة لماما، دي غلبتني معاها من الصبح. ايوه يا ماما حضرتك لازم تروحي عشان ترتاحي، وانتوا كلكم روحوا كمان، انا عايزة اشرف يقعد معايا عشان في كلام كتير قوي عايز اقوله له. وانا عندي كلام اكتر يا روح قلبي. خلاص يا سيدي نسيبكم مع بعض تقضوا شهر عسل جديد في المستشفى. انت نمت يا هند؟ لا يا ماما ما نمتش. قفل بابك بالمفتاح ليه؟ مفيش حاجة يا ماما، مفيش. مفيش؟ مفيش ازاي؟ مفيش ازاي وانت من يوم ما جيتي هنا وانت لا بتاكلي ولا بتشربي ولا حتى بتتكلمي مع حد، وعينيكي زي ما تكون ما بتبطليش عياط. هعيط ليه يا ماما؟ انا بس مرهقة شوية. مخبية عليا ايه يا هند؟ قولي لي يا بنتي فضفضيلي، ده انا امك. ما كنتيش هتقولي لي هتقولي لمين؟ صدقيني يا ماما مفيش حاجة.
سهلا. منورانا يا ماما. ده نورك يا حبيبي. الحمد لله على سلامة مراتك، بركة اللي رجعت بيتها بالسلامة. الله يسلمك. اتفضلي بقى الشاي، عامله بإيديا، يا رب يعجبك. وأنا غريبة. بقولك إيه، أنا مش بس هشرب الشاي، أنا كمان هقوم أعمل الغدا، وأنت بقى كفاياك كده أجازة. يلا بقى روح شغلك، ولا أنت استحليت تقعد جنب مراتك؟ آه صحيح يا أشرف، يلا كفاياك كده بقى وانزل روح شغلك. الله، أنت زهقتي مني ولا إيه؟ خلاص، بس ما دام دي رغبة الجماهير أنا مش هقدر أتأخر. يلا. بقولك يا ماما، أنا هرجع على العشاء. اوعى ارجع ما لقاكيش، اوعى تمشي. لا ما تخافش، انا مش همشي الا لما ترجع بالسلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله اللي ربنا كرمك براجل بيحبك وحطك جوه عينيه. الحمد لله يا ماما. اشرف ابن حلال، ما تتصوريش كان بيعاملني ايام العمليه ازاي، هونها عليا مع اني كنت مرعوبه. يا ما نفسي قلبي يستريح من ناحيه هند هي كمان. ليه يا ماما؟ هند مالها؟ شكلها زعلانه مع جوزها، وده اللي خلاها تيجي تقعد عندي. تصوري، من يوم ما جاتني ما كلمهاش ولا مره في التليفون، وهي ضنايا كاتمه في قلبها ومش عايزه تقول حاجه. تلاقيها مشاكل عاديه يا ماما، زي اللي بتحصل بين اي اتنين متجوزين. لا مش مشكله عاديه، انا ام وقلبي بيحس. مديحة، اوعي تقولي لي انك ما تعرفيش سرها. انتوا طول عمركم يا بنتي قريبين من بعض، عشان خاطري اعرفي منها وقولي لي، عشان لو في حاجه نلحقها من الاول. قولي لي يا مديحة، كل ده حصل وكاتمه في قلبك ما تقوليليش يا هند؟ لو كنت سمعتي كلامي ما كانش ده جرى. خالتك الله يرحمها كانت بتحبه، وانا ما حاولتش افرق بينهم. جدك الله يرحمه هو اللي فسخ خطوبتهم بعد ما يأس ان فؤاد يجيب لها الشقه اللي هيعيشوا فيها. جايز فؤاد فهم ان انا ليه قد في كده، لكن والله العظيم ما حصل. انا اتغشيت فيها ماما، تهيألي ان صوره من بابا الله يرحمه في حنانه. تخيلي ان هو ده الانسان اللي كنت طول عمري بحلم بيه، وكنت مستعده اتجوزه مهما كان الثمن. اتاري الثمن كان غالي قوي. يبقى لازم تطلقي يا هند. بتقولي ايه يا ماما؟ ايوه تطلقي، وزي ما اتجوزتيه غصب عني انا هطلقك منه غصب عنه. بتقولي ايه؟ اللي سمعته يا استاذ فؤاد، زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. هند هي اللي طلبت الطلاق؟ الحياه بينكم بقت مستحيله، ما دام ما عادش فيها لا حب ولا ود، يبقى كل واحد يروح لحاله احسن. واحنا مش عايزين منك حاجه، بنتي هتبريك من كل حقوقها. ما افتكرش ان انا قلت حاجه تضحك. لا قلتي، اصل انا مستغرب شويه، جايه لحد عندي وبتفرضي عليا شروطك وبتقولي لي اعمل ايه وما اعملش ايه. اسمع يا استاذ فؤاد. اسمعي انت بقى، من العروسه زمان زمان من سنين طويله حرمتيني من اجمل حاجه في حياتي، وفاء اختك. غصبتي عليها انها تفسخ خطوبتي منها بالرغم من حبي ليها. ما افتكرش انك كنت بتحبها. انت يمكن صحيح اتضايقت لما وفاء الله يرحمها راحت منك، لكن مش عشان كنت بتحبها، لا، عشان انت ما بتحبش ان اي حاجه تتاخد منك غصب عنك. ايوه اديكي قلتيها اهو، غصب عنك. شوفي بقى من العروسه، أنا مش هسمح لك إنك تكرري معايا اللي عملتيه زمان، مش هسمح لك إنك تاخدي مني حاجة ملكي. سامعاني يا أم العروسة؟ مش هسمح لك. يبقى بيننا المحاكم.
أنا لسه ما خلصتش كلامي. عايزين تروحوا المحاكم قوي قوي أنا ما عنديش مانع. بس إذا كنتوا فاكرين إن كنتوا هتقدروا تقفوا قصادي في المحاكم تبقوا غلطانين. إذا كانت السنيورة بنتك فاكرة إنها ممكن تقف قصادي أنا في المحكمة تبقى غلطانة. قولي لبنتك يا ست أم العروسة ترجع بيتها أحسن. وبلاش شوشرة بدل ما تقعد تلف في المحاكم السبع دخات وفي الآخر هترجع بيتها غصب عنها ورجليها فوق رقبتها. حاسب على ألفاظك يا سي فؤاد. الظاهر إن غلطت لما عملت بأصلي وجيت لك. استني عندك يا أم العروسة. أنا غيرت رأيي. أنا ما عنديش مانع إن أنا أطلق بنتك وأديها كل اللي هي عايزاه. بس بشرط. كريمة الصغيرة تفضل عندي في حضانتي وأنا اللي أربيها. عاوز تحرم طفلة من حضن أمها عشان تعذبها وتحرق قلبها؟ لا، ده لما تشوف حلمة ودنك. خلاص، لما أشوف أنا ولا أنت يا أم العروسة. من ساعة ما رجعتي من عند باباكي وانتي مش طبيعية. هو قالك حاجة أو زعلك؟ خليكي جنبي يا مامي، أنا خايفة قوي. حاضر حبيبتي، حاضر حاضر. هي هي الحياة دي العشقية والمعشقة، مرة في مرة حلمك هوا. آخر حاجة كنت أتوقعها لما دخلت كلية الحقوق إن أول قضية هترافع فيها تبقى قضية طلاقي من جوزي أبو بنتي والراجل الوحيد اللي حبيته. ساعات الظروف بتضطرنا لحاجات عمرنا ما كنا نتخيلها، بس أنتي وشطارتك بقى المهم إنك تكسبي القضية. قضايا الخلع دلوقتي بقتش محتاجة شطارة. وياريت يا هند تلاقي حاجة تشغلك، أصل أنا عارفاكي مش هتطيقي القعدة في البيت. وتقعد في البيت ليه يا ماما؟ ما تدور على شغل في مكتب أي محامي. أي محامي فين ده؟ بعدين لسه هدور على شغل في مكتب محامي تاني. وتدوري ليه عند مكتب محامي تاني؟ ما أنت هيبقى لك المكتب بتاعك. مكتب بتاعي؟ إيه رأيك؟ تعملي مكتبك في الشقة هنا. الصالة دي يقعدوا فيها الزباين. وأوضة النوم تبقى المكتب بتاعك طبعا بعد ما نوضبه كده ونخليه يليق بيكي. وانا بقى هعمل السكرتيره بتاعتك. ايه؟ مش عاجبك كلامي؟ ما هو يا بنتي انت زباينك هيبقوا على قد من الحته يعني. وبعدين لما ربنا يفرجها عليكي ابقي افتحي لك مكتب في احسن حته في البلد. ما ينفعش يا ماما. ما ينفعش يبقى في ناس داخله طالعه علينا في البيت. وبعدين الراجل اللي اشترى البيت من جواهر ممكن يعمل لنا مشكله وممكن يرفع علينا قضيه ويكسبها ويطردنا من البيت. الاهم من ده كله ان مش من حقي افتح مكتب محاماه الا لما اقضي فتره تمرين. والفتره اللي قضيتها في مكتب فؤاد ما اظنش انه هيديني بيها شهاده للنقابه عشان يوافقوا اني افتح مكتب محاماه باسمي. انا ليا صديق محامي تقدر تقولي اكتر من اخ. ممكن هند تنزل تشتغل عنده في المكتب من بكرة. صحيح يا بابا سالم؟ عندي حل تاني أحسن من ده. إيه هو؟ الظهر النهاردة يوم حل المشاكل كلها. أنا ممكن أخلي صديقي ده
يدي هند شهادة انها قضت فترة التمرين عنده في المكتب، وبكده هند تفتح مكتب باسمها. وخصوصا بقى ان هند خلصت فعلا فترة التمرين اللي النقابة مشترطاها. بس لسه في مشكلة، هنجيب منين شقة نعملها مكتب؟ ودي كمان موجودة يا ستي. موجودة فين؟ شقة صغيرة كده كنت مأجرها مفروشة، قلت لما ألفت بنت تتخرج من الجامعة تعمل فيها مشروع، لأنها كانت بتكره الوظائف قوي. طب والشقة دي حضرتك عاوز فيها كام؟ انت بتقول ايه يا مديح؟ عايزة تديني فلوس؟ طبعا يا بابا سالم، ما هو ده حقك، مش حضرتك دافع فيها فلوس؟ ادي انت قلتيها بنفسك. يا بابا سالم، في اب لما بيدي بنته حاجة بينتظر منها مقابل؟ مفتاح الشقة اهو، من بكرة تعملي فيها اللي انت عايزاه. لا، المفتاح ده انا اللي هاخده، وهعمل في الشقة اللي انا عاوزاه، هوضبها وحفرشها وحخليه احلى مكتب في البلد كلها. من ناحية دي اطمني يا حضرة الافوكاتو. انتي مش ملزمة يا مديحة انك تصرفي علي. اهو ده بقى الكلام اللي يزعل. ايه ده يا هند؟ من امتى يا بنتي كان في بينكو فرق؟ سيب اختك تقف جنبك تمدلك ايديها. سيبيني انا كمان افرح بيك واحس اني ربيت وعلمت، واول حاجة علمتها لكم انكم تحبوا بعض. وبكرة لما ربنا يفرجها عليكي هتردلها اللي خدتيه منها وزياد. من النهاردة عايزة اشوف ابتسامتك الحلوة بتاعت زمان. كفاينا دموع بقى، خلينا نفرح. يا سلام على الفال الحلو، الظهر حد من الجيران عنده فرح. دي جواهر، اصل المحكمة امرت ان ابنها يتحط تحت الملاحظة في مستشفى العباسية. مديحة حكت لي على حكاية ابنها واللي حصل له. مش دي يا هند اللي جوزك ماسك قضيتها؟ ايوه، ما هو ما بيمسكش قضايا الا من النوع ده. انا اسف اذا كنت تقلت عليك في السؤال ده. حصل خير يا استاذ سالم. طيب انا هقوم اعمل قهوه للاستاذ سالم. ربنا يبارك لك في بناتك ويطرح فيهم البركه. تعيش يا استاذ سالم، ما تبقاش تغيب عننا بقى. البيت بيتك، حضرتك ما بقتش غريب خلاص، ولا ايه يا ماما؟ اه طبعا، ربنا يديم المعروف. كتر خيرك يا ست كريمة. كريمة بتعيط، أما أقوم أشوفها. قاعد كده ليه يا أستاذ إيهاب؟ في حد مزعلك؟ هي ماما اتأخرت كده ليه؟ هي مش قالت في التليفون هتعدي وتاخدني بعد الشغل، وإحنا بقينا بالليل أهو وما جاتش. دي وحشتني قوي وبقالي كتير ما شفتهاش. اروح اكلمها في التليفون يا تيتا. روح يا حبيبي روح. ما هو لو قلبها ما جابهاش يبقى مش التليفون اللي هيجيبها. اتشغلت عن كل حاجه حتى عن ابنها، اقرب الناس ليها. ما بتردش على التليفون يا تيتا. معلش يا حبيبي زمنها جايه. تعالي، انا بقى زعلانه منك. زعلانه ليه يا تيتا؟ عشان هو انا مش زي ماما. ايوه انت زي ماما، بس ما بتزعقليش وما بتعمليش كده. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. حلوه قوي يا مديح. انا ما رضيتش اخليكي تيجي تشوفي المكتب الا لما يتشطب ويخلص. ربنا يجعله ادب السعد عليك يا بنتي وتميلي زباين ويبقى اكبر مكتب محاماه يا رب. تعالي بقى ادخلي شوفي مكتب اكبر محاميه في مصر، هند اخت مديحه. الظاهر يا مديحه انه كلفك كتير قوي. مفيش حاجه تغلى عليكي، وبعدين ده انت اختي في شقيقتي واحنا ملناش غير بعض. ربنا ما يحرمكوش من بعض. على فكره حراره التليفون هتدخل بعد 48 ساعه، هم وعدوني بكده. وانت بقى من بكره تشوفي لك سكرتيره، ويا ريت بلاش حكايه الساعه دلوقتي عشان نقلل المصاريف، ما هو الزباين مش هتيجي من اول يوم. مش مهم، انا مش قلقانه، كفايه اني حطيت رجلي على اول الطريق، ومهما كان الطريق طويل بعد كده انا مستعده استحمل واثبت ذاتي وكياني وعوض كل اللي راح مني، واثبت لكل اني اقدر انجح واعتمد على نفسي. اعلان قضيه خلع بعتهولي هند على المكتب. يا فندم انا نفسي اتفاجئت لما الاعلان جه. حصلت. هو في مشاكل بينكم في أبي؟
تفتكرش ان حياتي الخاصة تخصك في حاجة يا استاذ سامح، ولا انا غلطان؟ اسف. تنساش بكرة في جلسة استئناف في القضية اللي رافعها علينا الصحفي اللي اسمه فخري ده. اكيد يا فندم هتتأجل، لان انا هطلب الاطلاع على المذكرات اللي مقدمها الدفاع بتاعه. القضية دي بالذات يا سامح انا مش عايزها تطول اكتر من كده في الاستئناف. هبذل كل جهدي يا فؤاد بيه. اتفضل روح مكتبك. بعد اذن حضرتك. خدنا الدنيا نصيبك واحلم باللي بتتمنى وامشي تعلم ما تقلش هنا. خد من الدنيا نصيبك واحلم باللي بتتمنى وامشي تعلم من اللي بيندم واللي ما تقلش هنا. دي الاحلام في الدنيا كتير واللي بنص جناح بيطير لو مسنود على قلب كبير بيحب ويرعى بيحب ويرعى. وامشي تعلم من اللي بيندم واللي ما طلش هنا. احلم حلم يكون على قدك تقدر توصل بيه وامشي ودور على اللي يحبك واللي يشاركك فيه. ده اللي بيمشي لوحده بحلمه ولا فيش اهل بتسأل عنه. ده اللي بيمشي لوحده بحلمه ولا فيش اهل بتسأل عنه. مفيش حضن امين بيضمه ولا فيش حضن امين بيضمه حلمه يضيع ويا